معانا دلوقتي زميلنا مراسلنا خالد جمال من بورسعيد، وفي ضيافته السيد محافظ بورسعيد في لقاء ومتابعة لآخر تطورات المشهد، استفتاء على تعديلات دستورية. إليك يا خالد، تفضل. مساء الخير مروج. يعني قبيل دقائق قليلة تفصلنا عن غلق أبواب اللجان الانتخابية أمام المصريين في التعديلات الدستورية. يعني على مدار الثلاثة أيام الماضية وحتى الآن تابعنا العملية الاستفتائية في محافظة بورسعيد، والحقيقة أنها كانت تسير بشكل منتظم وبشكل طبيعي. للاقتراب أكثر لتفاصيل العملية الانتخابية داخل محافظة بورسعيد، يسعدنا أن يكون معنا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد. برحب بحضرتك يا فندم على شاشه اكسترا نيوز. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك تضعنا في مشهد الاحداث، كيف كان المشهد الانتخابي على مدار ثلاثه ايام وحتى الان؟ لا والحمد لله، يعني كانت محافظة بورسعيد كانت محافظة نموذجية. في النهارده كان يوم عيد ديمقراطي، في ثلاث أيام كان فيها عرس ديمقراطي موجود في محافظة بورسعيد. المفاجأة كانت لينا النهارده العظيمة في الفترة ديت الإقبال الغير منقطع النظير بالنسبة للشباب. الشباب النهارده كان موجود بكثافة عالية جدا، ده دليل إن هو شباب بيقول نعم للاستقرار، نعم للمستقبل، نعم للبناء، نعم ضد الإرهاب. لا انا بعتبر التحول الجذري اللي حصل في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه ده استفتاء على بقاء الدوله المصريه، على استقرار الدوله المصريه، على التنميه المستدامه اللي موجوده في الدوله المصريه. يعني يا فندم، من خلال متابعتك في غرفه العمليات، هل رصدتم اي مشكلات او اي عوائق على مدار الثلاثه ايام ولا؟ احنا من 2011 بنتابع سير العمليه الانتخابيه. النهارده ما فيش على مدار ثلاث ايام ما فيش اي مخالفه واحده بس، ولا مخالفه موجوده في مدار ثلاث ايام، وكان الاجوال الغير متوقع والمنقطع النظير بالنسبه للشباب من محافظه بورسعيد كان حاجه هائله جدا. من خلال رصيدكم يا فندم للناخبين، هل كانت السيدات تصدرن المشهد ام كان هناك مختلف فئات يعني يتواجدون او يتوافدون على لجان الانتخابات؟ لا، هو اللي متابع في الشارع البورسعيدي النهارده لكن الناس نازله بحس وطني، نازله بوازع قومي، نازله يعني بيقولوا نعم للديمقراطيه. النهارده كان عرس جميل قوي وهنشوف النتيجه، وشوف تابعناه على كل القنوات الفضائيه على كل محافظات مصر. لا النهارده يوم مختلف تماما. بشكر جدا يا فندم. يعني مروج، كان هذا لقاءنا مع السيد محافظ بورسعيد، وكانت هذا اخر المستجدات في العمليه الاستفتائيه في محافظه بورسعيد. اليك في الاستوديو. بشكرك جزيلا خالد جمال مراسلنا وزميلنا من بورسعيد، طبعا الشكر جزيل للسيد محافظ بورسعيد.